اوكي، من الاشياء اللي دائما انا كانت تجذبني وانا صغير، نعم. شفت فيلم من الافلام كان يسوون فيها حركه الراشن رولت. الراشن رولت كان معروف عنهم الروس، نعم. كان يبون مسدس واحد ويحطونه ويحطون في المسدس رصاصه واحده، طلقه واحده، ويلفون السيركل، طلقات الموت يسموها، ويسكرونها. مثلا فرضا انا مثلا الاستاذ حسين المسدس موجود عندي، كل واحد يطخ الثاني بالمسدس، واللي مو محظوظ يكون يروح فيها، يكمل البرنامج وحده، يكون يروح فيها وينتهي بحياته. انا اليوم بحيث حياتي في ايدك انت، حاضرك صدقني. بنشوف اللي عندك قدامك، عندك اربع قلاصات، نعم، اربع قلاصات، في واحده منها سم، اوكي، والثلاثه منها ماي عادي، اوكي، ثلاثه ماي واحد سم، اي نعم. اللي بنسوي بخليك تختار القلاصات واحد ورا الثاني. اول ثلاث قلاصات اللي بتختاره بطريقه ما بيطلعون ماي، اوكي، واخر واحد بيكون سم. طيب لو ان انا ما كنت محظوظ، واول ثلاث قلاصات اللي انت بتختارهم لازم اشرب منهم شويه، اوكي، واخر واحد ما راح اشرب منه، تمام. فلو ما كنت محظوظ يمكن هني تكون نهايه معين البستكي في تلفزيون المدار. مشاهدينا، احنا اولا قبل او يا ستار، طبعا يا رب، اول شيء احنا يعني اعفاء مسؤوليه كامله عن هاي الحركه، وانت مسؤول عنها، احنا ما لنا دخل، ما عندي مشكله. لا لا، ما شاء الله اخوي حسين، اي تفضل. عندك واحد، اوكي، اثنين، اي نعم، ثلاثه، اربع قلاصات، اوكي، ابغاك تختار واحد منهم. هذا اللي حنطلعه برا، اللي بيكون ماي. الثلاثة الأولانية اللي بتختارهم عشوائيا بيكونوا الماي، رابع واحد بيكون سم. أوكي. فلو كان سم أنا يمكن أكون غلطان. تريدني أختار هسه أول ثلاثة؟ واحد، لا تختار واحد حاليا. أوكي. رقم أربعة. أي نعم. رقم أربعة. أي نعم. متأكد؟ أي. تبغى رقم أربعة. أنت اخترت رقم أربعة. أي نعم. أوكي. ماي. رقم أربعة. مسافي ولا العين؟ خلصنا منه. عندك ثلاثة باجين، أوكي، عندك رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، أي واحد؟ رقم واحد. رقم واحد؟ أي نعم. بتغير رأيك ولا على رقم واحد؟ لا واحد. متأكد؟ متأكد. رقم واحد. درجن 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 درجن. ماي؟ ماي. عندك رقم اثنين، عندك رقم ثلاثة، رقم اثنين، رقم ثلاثة، أي واحد ماي، أي واحد سم؟ رقم اثنين ماي وثلاثة سم. رقم اثنين ماي وثلاثة سم. أي نعم. ماي وسم. أوه. ماي. لحظة شوية. أنت اخترت ثلاثة. أنت اخترت ثلاثة ماي، واحد سم. أعزائي المشاهدين، السم. تسمح لي أصفق لك؟ تشرب منه شوية؟ لا تشرب، متغدي. عزيز وغالي، فاجئنا في ختام هذه الفقرة، يعني لعبة. أوكي، احنا بنسوي ياكم حركة، لا تقول لي تقطع راسي. لا، ما هو حنسوي شيء جدا ان شاء الله حلو وجميل. اوكي، اللي ابغاك تسويه. اي نعم اخي حسين، ابغاك تحط الصوره هاي عندك على الطرف وما تفتحها الحين، وبعدين نرجع لها. اوكي، حتحطها هناك في الكرسي. بس سرك في بير. تم. عندك جرامة بلوان، حلو؟ اوكي، وعندك لوحة موجودة حق الصغار اللي في البيت. مشاهدينا، هذه اللوحة رسمة بيت. اللي بنسوي بثواني، تمام؟ اللي بنسوي بثواني على أساس إن نخلي الموضوع أكثر من مستحيل، أنا جايب معايا بلايند فولد، غطى للعين، أباك تشوف هل ممكن أنا أشوف من خلال الغطاء هذا. يستعملونه وقت النوم ووقت هذا على أساس إن الواحد يكون راقد ومرتاح بالطيارة. إي نعم، صحيح. صح كلامك. فاللي بنسويه بنحاول، تحتاج أحد من مساعديك؟ لا بنحاول إن نسويها بروحنا أعتقد. أوكي، ثانية واحدة، تسمحوا لنا شوي. أخذ راحتك. مشاهدينا، هذه اللوحة للتدقيق أكثر على الصورة. أوكي
أخوي حسين. أي نعم. إحنا مو متفقين على أي شيء، ولا أنا حعرف إيش اللي بتسوي صح؟ وأنا ما قاعد أشوف. لا. صح كلامك؟ أي نعم صحيح. أوكي تبغى تتأكد إن عندي إير بيس ولا شيء؟ لا 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 أنا أعرفه. إنزين. إحنا جهزنا قبل المباراة. أنا حكون أشوف هالصوب. أوكي. اللي أبغاك تسويه، أبغاك تأخذ قلم من القلم الخمسة اللي موجودة هناك في الطاسة. خذ واحدة. انت خذ قلم صح؟ لحظة خلي اشيل الاقلام الباقي عشان ما تعرف يا لو انا اخذتين. اوكي انا قاعد اشتغل صح؟ اوكي خذ قلم؟ خذ القلم. زين ابغاك تاخذ الغطاء اللي اخذت القلم. أيها. تاخذ من الغطاء تفتح الغطاء. اوكي ابغاك تلون جدار البيت اللي حول الباب والشباك، مش الباب والشباك بس الجدار اللي حولهم. حاضر. ألون يعني بشكل خفيف. خفيف إيه خفيف وسريع يعني. أي حاضر. ويوم تخلص تحط القلم بعيد عن القلامة اللي الثانية. حلو تلويني ترى. أوكي. نعم. لونت الجدار. سكرة مرة ثانية القلم. سكرة وحطه بعيد عن القلامة الأربع الباجين. حلو. حاضر. أوكي أبغاك تأخذ قلم ثاني من الأربع اللي باجي. آه خلاص أحطهم عادي. خذ قلم ثاني؟ اي نعم. ابغاك تلون الباب. تمام. يوم تخلصه تحطه بعيد عن القلم الثلاثه اللي باجين. تاخذ بعد قلم. خلص عن الجيوب. حاضر. اللي وش الون؟ هاي خط القلم صح؟ اي نعم. ابغاك تلون الشباك. اربعتهم؟ لا في عندك شباك واحد صح؟ اللي هو اللي عند الباب. الشباك الباب لونت الشباك. اوكي. شباك ال اي نعم نعم نعم. اوكي. اي اوكي اخذ درجات وراها ان شاء الله. ان شاء الله 10 على 10. خلصت اخبيه تحطه بعيد. في عندك اثنين باجين. اي اوكي. في عندك اثنين باجين. باقي اثنين. تاخذ واحد. شنو الون؟ ابغاك تلون في عندك شجرتين. شجرتين لونهم شجرتين. كاميرا 2 وانا ودي هنا تخشي خلاص بعد ما تخبيه او تحطه بعيد بعد ما تلون. خلاص الاستوديو يقول لي تنسيق الواني رهيب. تاخذ اخر قلم اللي عندك. لحظه شوف. اوكي اخر قلم اخر واحد. ابغاك تلون السقف من فوق. حاضر. اقدر اكتب كلمه؟ حابب اكتب بس لونها. لونها واكتب كلمة. زين لونت. يوم خلصت قل لي. خلصت اخبي القلم. خلاص. نعم شوي. أنا تسلحت بالأقلام. تمام؟ خلاص؟ أي نعم. خلصنا الأقلام؟ لونت كل الأقلام صح؟ تمام. أنا حشيل البلايند فولد. الدنيا نور. زين. لأول مرة أبغاك تراويني اللوحة اللي رسمتها. أراوي أكرر. تراويني أنا أشوفها. مو مشكلة أشوفها. أوكي. توقعت الكلمة؟ لا لا خلها. هل الألوان اللي هو رسمها؟ اسود. ناخذ كلوز كاميرا توك مخرج 5 5. تمام. انا اعطيتك رسمه قبل ما انك انت ترسم اي شيء. اثبت ايدك بس. اوكي تمام تمام. اعطيتك رسمه قبل ما انك تلون اي شيء. حلو. كنت مغمض عيني. صحيح. خمس الوان. صحيح. انت اخذت
أوكي. انت لونت انت سويت وانا قاعد اشوف صح ولا لا؟ صحيح. وانت خشيت القلامه عندك صحيح، اعطيتك رسمه صحيح من الاول قبل ما ترسم شيء، انا ابتديت طلع الرسمه مشاهدين. انا ما غيرت اي شيء، هذا هو اللي الاخ حسين رسمه، الرسمه عند الاخ حسين بيطلع لكم اياها. كاميرا 2 لا سحر وجن يعني انا مصور صفقوا وياي اشوف مشاهدينا هذه اللوحه يعني فعلا تحدي واكتشاف، هذا اقرب الى ان يكون هو علم حقيقي لانه يعني اقرب الى المستحيل، بس تلوينك حلو عزيز وغالي.